قدمها لنا الاداره، مو انا غيرت قوانين البرنامجيه، هديه قدمتها لنا الاداره، وكانت هديه كتير حلوه. انهم يعني اعطونا فرصه لكل المشتركين حتى نحب بعض. وحبيتوا بعض في الاخر كتير والله. حبيتوا بعض، حول ولا قوة إلا بالله. مش مشكلة، يلا نشوف شو راح يصير في الحلقة الجاية. يا أخي أسمع، والله أنا خلوني ما راح أفتح لايفات، أنا راح أستمتع هذول 3 أيام بالتصاميم، يعني جد تصاميم قمة في الروعة. تحية خاصة وكبيرة جدا لكل المصممين اللي عم يصمموا الليلة، والله تحية كبيرة لكم. أيام تقصد اليوم وبكرة وبعد بكرة؟ صح، يعني تخيل المتعة 3 أيام يعني، يعني في نصر يعني، والله لو انطردوا كان أحسن يا أخي. راح انت حتطلع اكسبلور 3 أيام، جيت اكسبلور ما طلعوا اكسبلور ولا مره هما، يعني نتمنى ياخذوا الاكسبلور ولا مره، يعني برا المشاكل والاستفزاز اللي عم يسووه في البرنامج الثاني، فاهمين؟ يعني مسوين لهم برنامج ثاني عشان حتى يطلعوا اكسبلور وما طلعوا اكسبلور. شو بدنا نعمل لهم يا اخي؟ والله يعني والله انا زعلان عليهم، بس خفت يا اخي والله. انا والله زعلت عليهم يا جماعه، يلا راح طلعهم انا اكسبلور، ما مش مشكله. وعلى فكره طلعتهم انا اكسبلور، راح اشوف طموحهم 3 أيام يعني في التيك توك، 3 أيام يعني راح يصيروا اكسبلور من ورايا والله. اشوفهم يغردوا يعني ايه اكسبلور مش اكسبلور. شوف الشخص اللي معناها اللي تحط كاي هو كانه اختبار، كاينكم انتم يعني باتحادكم مع بعض، خلاهم هما يجيو لحظة إدراك، يقول لك لحظة، يقول لك أني راني في كل قلت أني غلط يا جماعة، أنا آسفة، بعتذر منكم الكل، بعتذر من أي شخص معناتها زعلته، ونبدو عبارة بسادة صفحة جديدة. أنا هون قلت أوكي. لا أي ولا تسحى، ولا تسحى يا علاء، على فكرة على كلامه ولا تسحى زكية، يعني اعتذرت. إيه ما هي كلمة الحق، أني ماني شو نقولهم يعني، لاني مع هذا ولا مع هذا، لكن تشوف حاجة باهية تقول راهي باهية، فهمتني؟ صح تشوف أوكي، علاش مش الواحد بالضرورة يقول كل شيء خايب ولا أنا في حلقة حلقة البارح في بلاس، مش نتابع فيه البرنامج. ايه يعني هم حبوا يقولوا لك حبوا يقول لك يعني ليش واخذين اسمي، هم المفروض يسموه قسم نصيب فارس مو بلاس، بس شو بدنا نعمل؟ والله واخذين اسمي من اول الحلقات يا علاء. هم قالوا يعني ليش ما يعني نحبوا مواجهة، هم يحبوا انا ممكن راح اروح البرنامج، بس برنامج ثاني ممكن ان شاء الله. عم فكر المهم جن لا مستحيل والله، لا يشوف ولا واحد من حزبه باذن الله. حلو، حبيت اصلا متفاهمين كلنا، يعني المفروض متفاهمين انه ما نطلع معه. انا حبيت صراحه فاهم. لا في جاني استدعاء من شخص هايبي أمين. مفيد يخدم، أسمعني أهم حاجة تخدم على راحة، وما يهمك في كلام حد. لا بتبيع بتبيع. ورهم يستنوا لك فيه، يستنوا في أي زلة، شوف أي زلة يلقاها خلاص. هم قاعدين يحاولوا ممكن نعتبر عادي نزل. المشكلة أنا عم رد على الفانزات اللي هم مش عم يردوا عليهم، فهم هم فانزاتهم مش عم يردوا عليهم، بس أنا الحمد لله برد على فانزاتي وبتفاعل لما مع جمهوري اللي حبني أكيد، وعادي وبرد حتى على فانزاتهم، عشان ممكن لو يكتبوا لي شيء مستفز بكبلهم برد عليهم، يعني المفروض يعني شيء حلو. راو في فارس ساعات كنيس ري تعمل جروبات مش تحرض، راه تعمل جروب بعرف بس الحمد لله يا اخي عم بتفاعل مع جمهوري، ما جمهورهم وين المشكل؟ حلو حبيبي. في احلى من هيك؟ لا والله ما هو مش ملحقين، هم مطنشين جمهورهم، فاهمين؟ انا يا اخي عادي بتفاعل مع جمهوري ومع جمهور عادي، باخذ كل الجماهير. مش فيش وتوفيق خطه ثانيه ولا ايه؟
شي عم انا خطة ثانية عندي يصير اهم شيء اكتشفت من البرنامج جد والله حقيقي 100% وحبيت كثير خطة شو يا اخي وبعدين نفس البلد نفس الشيء تجي هدية ويلا راح نضر كل ما بعض ونخدم لكم هدية حتى تجي شو شو الهدية اللي كنت مسكها بيدك انت هذيك انا هدية في حلقة يوم الاثنين لا هذيك يا حلقة حركة كتير كتير حلوة سواها سامي تخيل يا عم والله بيجلطوا يا علاء بالرسمي والله يعني بيجلطوا المشتركين تخيلوا يعني في هذاك اليوم كانت فيه هدية كتير 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 حلو يعني في هذاك اليوم مفروض تكون هذيك الهدية يا الكوبل الفائز علي ونيكولا خليني خبرك اسكت يا علاء بكرة بياخذونا يا أخي جلد اسكت يا علاء لا تعلق لا تعلق تحت يا سامي اسكت أوكي سمح لي أنا كانت في هدية كتير حلوة في هذاك اليوم يا علاء والله لو تشوف الهدية ما أحلى يعني المفروض كل اليوم نفضل نحكي على هذيك الحركة وليش تسوت وكيف تسوت ونشكر هذاك الإنسان اللي قدم هذيك الهدية تخيل تركوا هذيك الهدية على المقعد وراحوا يعملوا في مشكلة شو حلا يلا والله يا جماعة تركوا الهدية وتركوا الحب والرومانسية وراحوا يعملوا في مشكلة يا عم انا حب انا برنامج حب ايش فيكم يا اخي شو هاد ابيلي تحكي بالرسمي والله تركوا يا اخي تخيل يا طارق تصحى نفس اليوم كمان تصحى الصبح يا اخي نفس اليوم عم ينعاد يلا هذيك هذيك على هذاك نفس الكلام يا صرت بسمع نفس الكلام يعني حتى تغيير في الجملة يعني نفس الجملة بسمعها الصبح المساء نفس الجمل صرت عم اسمعها من المشتركين يا علاء بطريقة مش عايز شو عم سوي أنا هون راح أفضل أعيش نفس اليوم يعني لمدة شهر ولا شو والله نفس الجملة صرت عم بسمعها يعني تخيل المشتركين عم بيحكوا في نفس الجمل صارت نفس المشاكل نفس كل شيء نفسه راح تبلش تشوفوه يعني من أول حلقة لهال وانا على فكره في الحلقات الجايه يعني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يلا راح اجيب طارق بعد هذه الجوله نسيت اوكي تمام شو سويت كنت عم خاطب الجمهور انا بوقفت خاطب المشتركين وكنت واخذ الكاميرا يا جمهور شوفوا الناس يا جمهور شوفوا شو عم يسوي يا والله كنت عم خاطبكم يعني انا جايكم المستقبل فاهمين يعني انا كنت عم خاطبكم وراح تشوفوا هذا الشيء ما بعرف اذا راح يفرجوه ولا لا اقسم بالله يا علاء وصلت لمرحله شوفوا يا جمهور شوفوا شو عم يسووا هلا شوفوا الهدايا كيف تركينا يا عم شوفوا هذول الناس فاش عم يسووا والله صرت عم خاطبكم يعني من قبل ما اعرفكم حيوراه لانه البرنامج ما يحب يعني برنامج حتى اذا يوري مثلا في الفي تي ار ويوري المشاكل وكذا يعني البرنامج تحسه يعمل مشاكل ويوري الناس ما يحبوش المشاكل هم على فكرة يا علاء والله الإدارة كل يوم بتبهذل فيهم من تصرفاتهم اي اوفر راهم كثروا لهالصح مش مركز فشلوا يعني فشل ممكن السيزن يكون من المشتركين مش من الإدارة فاهمين ممكن الإدارة عاملت على لهو أكثر بس الفشل يكون من المشتركين إذا أنتوا نفس الشيء بتحكوه نفس يا عم شو يعني ممكن 100 حلقة راح يكون نفس المواضيع الناس بتمل المشاهد بيمل خاطر البرنامج الصراحة قايم على الحب ما فهمتش حتى كي كان النقد ولا حاجة نجم انت تقول على هذوم على قطر يا علاء الصباح نفطر أربع مشاكل انت تقوم الصباح تشرب قهوة فهمت احنا الصباح نفطر أربع مشاكل فطور الصباح بتكون أربع مشاكل القائلة نتغدى خمسة مشاكل يا لطيف يا ربي وش ضايع وش والله يا عم شو حق اليوم واضح انه اي هو قال حس ان دعاء ما اخذت فرصه بالضبط ما اخذت فرصه ما مسكينه دعاء جد ما اخذت فرصه ما عاشت التجربه جد صح حبيت اتعيش التجربه يعني انت تخيل لو يطلع ذاك المشترك
ودعاء تكون يعني في الفيلا وما فيش يعني مين يشتت تفكيرها وشيء مثل هيك. هتتغير موجودة. هتتغير. أكيد راح تتغير أكيد. على فكرة ما كنت شوف الفيلا بلا دعاء يعني كانت يعني رغم جنونة ورغم كل تصرفاتها ما بشوفها. ما بشوف الفيلا بلا كانت عاملة متعة خاصة والله يا علاء يعني حتى برا الكواليس الصبح. تصرفات يعني الصبح تبلشنا جود مورنينج يعني تبلش يعني بتصحى الصبح على صوت دعاء جود مورنينج بونجور دي مش طبيعية طبعا. بس سيرس ما تخممش يعني خممش شو ما خممش يعني ما خمم في شيء. هذا في حلقة نار اثنين وثلاثة أخوي ونحب نرتاح حب نرقد خمسة نضرب شمعة رقد ها خمسة صالح أنت خلا أنت عديت البرنامج فيت البرنامج تو عنده قريب أنت تخطيت كل شيء تو يا علاء أنا تخطيت يا ذيك ربي هجومات يا عم أخذيني من الصبح لليل أنا يعني شيء يعني مو بس مشتركين مو بس فانزات يعني أنا حتى في ناس في المريخ هلا عم تهجمني أنا من المريخ والله يا علاء بطريقة مش طبيعية هذه تحالفات وكأنه حرب مش عارف حرب عالمية ثالثة صايرة هلا في ناس عم تتحالف يلا نسوي تحالف حتى نشوه فارس ويلا نكتب له في هذيك الستوري منشو في يا كلب يا بيك يا نسونجي ويا يا وأنا بصف كلام شكرا شكرا على كلامكم يا شو راح يكون يعني أنتوا راح إذا في إنسان إجاني وخبرني أنت كلب أوكي راح أبلش هو وقول له شكرا والله أنا طلعت كلب ما كنت عارف إني كنت حيوان بشكرك كتير يعني انه ايش فيكم يا عم مش طبيعيين يا اخي والله.